يعطيكم العافية. هلأ بداية عشان أنا أعمل مونتاج لفيديو معين، بختار بضغط على إشارة الزائد، رح أختار عندي بهذا الشكل اللي هو الصورة اللي بدي إياها. تمام، بدي أنتبه إنه أنا لما بدي أحط خلفية لإشي معين بدي أحطها على المين اللي هي بهاي الخيار. طيب هلأ بدي أروح أجيب الفيديو. طبعا أنا هون بدي يعني أورجيكم أكتر من آلية المونتاج. بحط هون الفيديو، بدي ألاحظ على هذا الخط، بعمل بهاي الطريقة عشان أنا أصغر الفيديو يصير كلياته موجود عندي، وبهاي الطريقة بسحب الصورة عشان تيجي على كامل الفيديو. هلا بهذا الفيديو أنا لما بتعامل مع فيديو تاني بس بكتفي إني أحط بهاي الطريقة وأكبر وأصغر. هلا أنا بهذا الفيديو لا، بدي أعمل منتجة على شكل أكبر، واللي هي شو بدي أعمل؟ بدي أعمله زي الفيديوهات العادية اللي إحنا بالعادة بنتعامل معها. تمام؟ ببلش بهالطريقة، أنا جبت الفيديو، أوكي؟ بعمل بضغط عليه وبعمل الخيار كروب، الكروب عشان أنا أعمل اقتصاص بهذا الشكل للأشياء اللي أنا بدي إياها. تمام؟ هلأ بهاي الطريقة برجع بتابع الموضوع. تمام، أخذت كوبي وبيست، هي من نفس الفيديو. هلأ أنا هون برجع بعمل على الخطوات تاعته الكروب، بس أنا المرة بدي إنه أخذ صورة المس نفسها. تمام، أكبر شوي الحدود عشان تطلع مع المس كاملة، برضو بصغر وبحط هون بهاي الطريقة عند الإطار. طبعا أنا هذا بدي أوصل حتى أوصل للشكل الطبيعي اللي أنا بشتغل عليه في العادة، لأنه المس هون مخربطة، خربطوا في الثيم عندها. بهاي الطريقة وبصغر بحيث إني أعمل فعليا زي كأنه صور هيك. تمام، بعد هيك بهاي الشكل بصغر، بتأكد من الحدود والمعايير إنه الأمور تمام. شوي هلأ بهاي الطريقة هيك المفروض إني حطيتهم جنب بعض. برجع أنا بحب أعمل هاي الحركة دائما اللي هي تكبير الفيديو على آخر مسار. ليش؟ عشان أفقد طلعي كيف الشكل هون، إنه بنهاية الفيديو إنه وصلوا زي بعض الإعدادات، وبعمل بهاي الطريقة بسحب عشان يكون قد بعض. هلأ بدي أتأكد من الفيديو إنه في إشي آخره إنه بده قص أو قطع، برجع بعمل بهاي الطريقة وبعمل سكتي صح؟ هلأ فعلياً هون الفيديو بدي أشيل صوته، بعمل كليك وبعمل ريموف أوديو. تمام، وبخلي هذا. هي بدي أتأكد هون سيارك الكاميرا نشطب الآحاد وبنشطب اللي في اليد. 9 3 واحد باليد، 1 زائد 2 3، 3 زائد 5 8، والواحد بينزل لهون. يا رابع بنكون خلصنا الدرس الرابع، يعطيكم ألف عافية. بهاي الطريقة هيك بس بنفعل عافية هيك. تمام، ببلش عندي القص وباخذ الجزء هذا بنفس الطريقة هون برضو لهون. يا رابع بنكون خلصنا الدرس الرابع، يعطيكم ألف عافية. وبرضو بقص المقطع الثاني هون، وهذا بنفس الطريقة برضو بقصه عشان نبين، وبعمل مرة تانية هاي الآلية عشان أنا أتأكد إنه سايز الفيديو صح. شايفة كيف التفارقات اللي عندي؟ هلأ هون هذا مقصوص في الزيادة، فبعمل له هيك تكبير بحيث يجي على القد بالضبط، وهذا بقصه هيك يجوا على قد بعض. وبعدين بعمل اكسبورت كرييت فيديو، وهون بسميه زي ما بدي انا، بتاكد انه سمارت تي في. هلا هون انا عامل الاعدادات، انت بتقدر تتحكمي فيها، انا بحطه هذا الاعدادات احسن اشي. وبعد هيك بعمل اكسبورت وجاست.